السلام عليكم. يا جماعة الخير، هل تسمعوني؟ ازيك يا عمر؟ استنى شوية كده، الشباب يبقوا معانا تسلم يا محمد. طيب، النهاردة احنا هنتكلم عن الديب مارجن اليفيشن. دي صورة اخويا يا شباب اللي ورا، اخويا محمد. انا بتكلم من المكتب بتاعه. خلاص، هي في شبه بيننا وبين بعض ولا لا؟ ما اعتقدش ان احنا شبه بعض. ازيك يا عبد، عامل ايه؟ هنتكلم عن ديب مارجن اليفيشن. دي محاضرة أنا كنت اديتها في مؤتمر جامعة الشام الأسبوع الماضي. يعني هشير معاكم الليكتشر، فربنا ييسر ان شاء الله وتكون على يعني محل اعجاب ليكم ان شاء الله. طيب، خلينا نعمل شير سكرين. اوكي، طيب. مبدئيا يعني انا جالي كومنتس شوية غريبة في موضوع البرزنتيشن اللي انا بعملها اونلاين او اللايف ديموز اللي احنا بنطلعها في الكيسز على الفيسبوك، ان انت كده يعني تو ماتش ومش عارف ايه، والناس تاخد الحاجة بصعوبة. فخليني بس ابقى اونست معاكم في حاجه، يعني حته الشيرنج، انك انت تشير اللي عندك او يعني تحاول تضيف للناس، دي اهم حاجه تحتسبها عند ربنا، ملهاش علاقه خالص بالبيزنس بوينت اوف فيو. تاني نقطه، المحاضرات الاونلاين زي اللي انا بديها دلوقتي او الكيسز الاونلاين اللي انا بطلعها على الفيسبوك زيها زي غيري من الدكاتره الأشطر مني وورلد وايد أو لوكال هنا في ايجيبت بيعملوا ده. مش كل الناس بتوصل لهم التريكس بطريقة مختلفة، فممكن واحد يضطر ياخد كورس، ممكن واحد يضطر ياخد ماستر أو دكتوراه، بس في ناس بتبقى محتاجة التريكس ده، مش قادرة تاخد الكورس سواء تايم وايز أو برايس وايز. ومين اللي معظمهم تايم وايز؟ هو اوريدي شاطر في الشغل بتاعه ومحتاج إن هو يلقط تركاية او اتنين، وفي المقابل برضو ربنا هيرزقني بحد يديني تركاية او اتنين. فسو فار يعني اللي عايز ده موجود واللي عايز ده موجود. مش هنوقف لا اللايف ديموز، ولا هنوقف المحاضرات، ولا هنوقف الكورسز. ده موجود وده موجود، ملوش علاقة خالص. زي كده في ناس بيدخل كورسز هاندز اون بتبقى عايز تاخد كلينيكال، في ناس تاخد كلينيكال تقول لك لا انا عايزة بروجرامز 5 6 شهور. فده موجود موجود، خلينا نبقى مرتاحين مع بعض ومحدش ياخد الموضوع من البوينت دي. طيب، انا هديكم المحاضره زي ما هي، زي ما كانت موجوده في الشام، ودي كانت الافتتاحيه بتاعتها. الصوره اللي على اليمين دي اول مره رحت فيها دمشق في 2019، وشي كان منور زي ما انتم شايفين كده. والصوره اللي على الشمال دي وقت الفجريه لما كنت بجري المره اللي فاتت، وكان اللي عازمني في المرتين، أول مرة الدكتور طه النحلاوي طبعا غني عن التعريف، وتاني مرة الدكتور
يعني المرة دي يعني كان دكتور غسان، ودي رابع مرة أروح فيها سوريا. وطبعا شعب جميل وكريم، وربنا يفك الأزمة عنده إن شاء الله. طيب الـ deep margin elevation it's يعني different terminology، ممكن تبقى relocation، ممكن يبقى extension، اختلفوا في القصة دي. طيب امتى نعتبر الديب مارجن اليفيشن وامتى نعتبره اكستنشن؟ انتوا احكيوا لي وجهة نظركم، انا معاكم على الكومنتس ونشوف ايه اللي انتوا شايفينه. امتى اعتبر ديب مارجن اليفيشن وامتى اعتبره ديب مارجن اكستنشن؟ معلش كده عندكم دوشه بس والله على الشاحن. اوكي ما حدش بيكتب كومنتس. طيب انا بعتبر الديب مارجن اليفيشن لما انا بعمل اورثودونتيك اكستروجن، يعني انا بزق السنه على بعضها كده اورثودونتيكلي تو ذا ايم يعني مور كرونالي، او بعمل اتروماتيك اكستراكشن انا بعمل لاكسيشن للسنه وانزلها لتحت. انما لو بعمل ريلوكيشن زي اللي هنا كده، يعني كده ايه ده المارجن ودي الحته كانت الديب، فانا بعمل حاجه اسمها ديب مارجن ريلوكيشن او ديب مارجن اكستنشن. خلينا يعني تو بوت ذات في النطاق الصحيح بتاعه. كلنا عندنا مشاكل في المنظر بتاع الرابر دام ده، يعني الحته دي ديب والحته دي ديب، ويبقى عندنا شويه ستراجلينج ازاي ان احنا نوصل ان احنا نهندل الديب مارجن بتاعنا. الموضوع هيستوريكلي من زمان قوي من 93، و يعني ريسيرشر بداوا ان هم يشتغلوا عليه سبيشالي في الاندايركت ريستريشن. ديتشي و اسبريفاكو ده عملوا الريسيرش على الديب مارجن اليفيشن وان هم يوقفوا الفينش لاين على الكومبوزيت في البروكسيمال سيرفيس لو انت عندك فيرل انف في البكال واللينجوال. وباسكال ماني برضو مع روبرت وسبيفاك عمل ريسيرش 2012 سيستماتيك ريفيو، وكذا بيبر اتعملت على الديب مارجن اليفيشنز، كذا ريسيرش، كذا ايفيدنت بيس طلع. وباسكوالي بونيتي صراحه من احسن البيبرز اللي انا قريتها على rethinking of deep margin extension. هو سماه extension لان بالكومبوزيت يعني it should be called extension مش elevation. extension زي ما انتم شايفين كده اهو، انا رفعت المارجن بالكومبوزيت، يعني كانت الحاله دي زي الكيس اللي انا نزلتها النهارده اونلاين. المارجن كان ديب وانا حطيت السادل ماتريكس ورفعت المارجن بالكومبوزيت وبعد كده كملت ريستريشن. انما ديب مارجن اكستنشن زي التوث بتاعتي دي، السنه بتاعتي انا اللي انا عامل لها اورثو، معلش يا هشام ممكن تكتب لي انت عايز بالظبط، اللي انا عامل لها اورثو وقمت بالاورثو شادد السنه للكرونالي شهرين وبعد كده عملنا فيكسيشن، فانا لا غيرت الليفل بتاع البون ولا عملت اكستنشن بالكومبوزيت. انا كل اللي عملته ان انا زقيت التوث اتسلف تو ابيكال بوزيشن. وات ايفر هتعمل ديب مارجن كرونال بوزيشن، سوري، وات ايفر هتعمل ديب مارجن اليفيشن بالاورثو، وات ايفر هتعمل ديب مارجن اليفيشن بالكراون لينكنج، وات ايفر هتعمل ديب مارجن اليفيشن بالكومبوزيت، سواء انت كنت اندودونتست، سواء انت كنت ريستوراتيف دينتست، سواء انت بتعمل كراونز، دي زي ما نقول سكيلز لازم تبقى عندك.
لازم ازاي تعرف تعمل سوفت تيشو مانجمنت، سواء في السيرجري، سواء في انك تقشر التيشو، سواء لازم يبقى عندك التولز اللي تخليك تعرف تعمل سوفت تيشو مانجمنت، اللي هو دي مارجن اكوزيشن، اللي هو انك تكشف عن المارجن اللي انت شغال بيه، وانك تعمل دي مارجن اليفيشن، سواء بالكومبوزيت او بالديفرنت ويز اللي احنا اتكلمنا عليها. طبعا منظر الاكس راي ده مخيف، الحاله دي هنشوفها في نهايه المحاضره ازاي انا هندلتها. طب انا هعمل سوفت تيشو ريتراكشن ازاي، اللي هو دي مارجن اكوزيشن؟ ممكن استعمل رابر دام، سام تايمز الرابر دام اتس انف ان هي تزق التيشو انتر بروكسيمالي، سام تايمز وي نيد كولد اللي هو ريتراكشن كولد، سام تايمز وي يوز تيفلون او سوفت تيشو ريتراكتور كلامب اللي هي البرينكرز كلامب في هايجينيك او ما يعادلها في الشركات الثانيه. فالتيفلون مهم، يبقى لازم عندنا تيفلون، لازم يبقى عندنا سوفت تيشو ريتراكتور كلامب. التيفلون لطيف ان انت بتقعد تعمل باكينج للتيفلون فبيزق التيشو باكالي او اي بي كالي، سواء انت بتحط بروكسيمالي او في الباكر واللينجوال سيرفيس، وبي اكسبوز الديب مارجن بتاعك، بي اكسبوزد المارجن، فانت بتعرف تعمل اليفيشن للمارجن. فالتيفلون وسيله من وسائل الريتراكشن زيها زي السوفت تيشو كلامب، ليها مزاياها ولها عيوبها. ان التيفلون ممكن يبقى ارخص، يتعرف تغير السايز بتاعه، بس هو مش ستيبل، مش بيزق التيشو كومبليتلي باكل ولينجوال، ما ينفعش يثبت الرابر دام، اند سو اون اند سو اون اند سو اون، وكل حاجه وليها الاستعمال بتاعها. فده التيفلون. والتاني اللي هو السوفت تيشو كلامب، طبعا التيفلون المفروض ان انت تاخد بالك ان بالكميه بتاعته تبقى على قد السلكس اللي انت شغال عليه، عشان انت لو حطيت كتير هتعمل ممكن تفتح فلاب، ولو حطيت قليل فانت مش هتستفيد بالكميه اللي انت حطيتها، يعني هتلاقي في اوزنج او في ليكج شغال. طبعا في بليدنج بيحصل اثناء الباكينج بتاع التيفلون، اول ما يحصل بليدنج مجرد ما تعمل ووش اوت وتنشف الدنيا هتفضل دراي، كومبليتلي دراي until you remove the different any وتخلص الريستريشن كفينيشنج وبولش. دي السوفت تيشو كلامز اللي انا بستعملها، او دي كل الكلامز اللي انا بستعملها صراحه. انا بستعمل اللي على اليمين ده اللي هم البي 1 والبي 2 والبي 3 والبي 4 والبي 5 والبي 6، دول ممكن تاخدهم من كولتين. وبستعمل اللي على الشمال دول اللي هم المين انكور كلامب بتوعي، W8A26 W2A138 139. انا ما بستعملش كلامبات تانية، هم دول الكلامبات اللي عندي في العيادة، عندي منهم طبعا كميات علشان يبقى عندي كذا حالة في نفس اليوم. ممكن برضو تستعمل ممكن تستعمل الليزر زي ما هتشوف على يمين الفيديو لو انت قاعد في مدرجات الدرجة الثالثة، او هتشوف على شمال الفيديو لو انت قاعد في مدرجات الدرجة الاولى. وعلى شمال الشاشة في الثيرمال كات بير اللي هي نون ابريزف بيرس، ما فيهاش اي دايموندز. كل الحكايه انك بتعمل بيلينج للسوفت تيشو، تقشره يمين شمال يمين شمال لحد ما تطلع النتيجه اللي انت عايزها. فده موجود وده موجود. انا ما بحبش الليزر، بس في ناس بتحب تستعمله. ان واي اهم حاجه انت يو هاف تو دو ديب مارجن اكوزيشن، ان انت تاكسبوز المارجن بتاعك. طيب دي الكيت بتاع ثيرمال كاربي اللي انا استعملها. You don't have to use it. You can buy from many different companies. عندك شركات كتيرة قوي. لو انت قاعد في مصر، محمود عثمان عنده كيت very cheap، حوالي 200-250 جنيه في الحدود ده في دينتال تاون. هي مشكلتها بس انها بتضيع، بس هي مش غالية. في شركات بقى بتبيع بارقام خزعبلية ملهاش اي قيمة خالص. انت كل الحكاية ممكن تجيب بيرز قديمة اللي عندك تقعد تنحلها على الرخامه فيحصل لها دالنس فتبقى ثيرمال كات كبير. طيب ممكن بعض الاحيان بضطر اعمل سيرجيكال كراون لينتنينج علشان انا محتاج اعمل ديب مارجن اكوزيشن، محتاج اكشف المارجن، اند ذا سيم تايم محتاج اعمل اجين فيرل اول اراوند. فده اللي حصل في الحاله دي، عملنا سيرجيكال كراون لينتنينج، بتشيل بون all around ميزير وديستال، ساعات باكل ولينجا هنا عشان ميزير وديستال بس. وبعد كده بتعمل سوترينج وبتحط الكلامبات بتاعتك وتحط الرابر دام، ترفع المارجنز وتعمل الريدكشن بتاعك. وبعد كده يو هاف تو ويت انتل هيلينج، ممكن نتكلم في 3 مانس
وبعدين حاطين الفاينل ريستريكشن بتاعتنا. فانا دلوقتي ممكن اعمل سوفت تيشو ليزر، ممكن اعمل ثيرمال كات بير، ممكن اعمل كراون لينثنينج، ممكن اعمل اورثو اكستروجن، يعني ممكن اعمل اكستروجن بالاورثو، او اي كان دو بارشل اكستراكشن تكنيك، بس انا ما عنديش خبره فيها. صديق عمرو فتحي هو اللي بيشتغل التكنيكس دي كتير قوي، هو عنده حالات كتير الريزلت بتاعتها كويسه. طب احنا محتاجين دي بمارجن اليفيشن ليه؟ علشان احنا عندنا في ال indirect bonded restoration محتاجين deep margin elevation، سواء indirect non-bonded restoration احنا محتاجين deep margin elevation، والdirect restoration محتاجين deep margin elevation. نمسك واحدة واحدة. في الindirect مختلف عن الindirect، سواء انت بتعمل resin cement مختلفة تماما لو انت بتعمل class anover، او خلينا نحطها في المنطلق الطبيعي، لو انا بعمل vertical preparation مختلف عن انا بعمل horizontal preparation، او لو انا بلزق zirconium غير لما بلزق emax، يعني لو بلزق بريزن فالموضوع مختلف تماما. لو انا بعمل deep margin elevation وهلزق adhesive resin وهعمل horizontal prep، فلازم المارجن اللي انا برفع بيه ده او اللي انا هرفعه لازم يبقى واحد نفس الكونتور بتاع الكراون، يعني هو كراون حته واحده. يعني انا الكراون بتاعي عامل كده، ده المارجن اللي هيترفع وده بقيه الكراون. هوريكم دلوقتي على السكرين، يعني ده المارجن اللي اترفع اهو، وبعد كده ده المارجن، يعني ده الكراون هنسميه رقم واحد، وده المارجن هنسميه رقم اثنين. هما الاثنين كانوا جزء واحد متجزئين زي بعض. ده في البوندد ريستوريشن. الايشو اللي بيتكلموا عنها ايه، اللي باسكوالي اتكلم عنها في الريسيرش اللي عمله، حته الاكسس سمنت هنا اللي هي الانترفيس بين السيراميك وبين الكومبوزيت، عشان ده كومبوزيت وده كومبوزيت، ده ريزن سمنت وده ريزن، فممكن وانت بتشيل الاكسس سمنت انك تحاول تشيل الاكسس بليد نمبر 12 او اي حاجه شارب، ممكن تكسر المارجن بتاع الكومبوزيت نفسه. يعني في بعض الكليمز او في بعض الاراء على القصه دي، فهم يعني هو اثار الحته دي في الريسيرش. لو احنا بنستعمل indirect bonded restoration non bonded restoration زي vertical preparation، فاحنا مش فارق معايا ليه، ان انا بلزق بجلاس انمر سمنت، انا بستنى السمنت لحد ما ينشف كومبليتلي، بيحصل له detachment بسهوله، ما بيلزقش في الديب مارجن، مش محتاج الرابر دام العنيف قوي، الجلاس انمر ممكن تلزقه شويه قطنه خلاص او تنشفه حاجه بسيطه، مش محتاج يبقى تكنيك سنسيتيف زيه وزي الريزن سمنت. زي ما انتم شايفين ده الديب مارجن اهو، لو انا اخدت بالي دي الحته المارجن انا رفعتها، وده الفيرتيكال بريبريشن اللي انا واقف عليه. الجلاس انمر بينشف، الدنيا كلها بتبقى تمام. سو فار كله معايا ولا في ناس سرحانه؟ كله تمام. طيب في الدايركت بوندد ريستوريشن احنا عندنا موضوع يعني ستراجلنج عالي جدا، ان انا محتاج ادور على ماتريكس، الماتريكس تبقى فيتد للمارجن، وساعات اجرب دي وما اجربش دي وتظبط ودي ما تظبطش، ومحتاج ان انا ابدا من اول المارجن الديب قوي ده واوصل للمارجنال ريدج او الفيوتشر مارجنال ريدج اللي انا هبنيه بطريقه تديني كونتاكت تايت جدا، يعني او تديني بروبر برود كونتاكت. فمحتاج ان انا اقسم الموضوع على خطوتين. اول خطوه اللي هي الديب مارجن، ان انا ارفع المارجن الصغير، يعني شايفين دي الرفعه الاولانيه بتاعت المارجن، مع ان الماتريكس مش لامسه النبرنج، يعني الماتريكس دي مش لامسه النبرنج، فانا مش فارق معايا. انا خطوتي الاولانيه انا محتاج ارفع المارجن من تحت خالص لحد فوق، يبقى انا كده عملت اول خطوه اسمها ايه؟ ديب مارجن اليفيشن. والخطوه اللي بعديها ببدا بقى اغير الماتريكس بتاعتي بحيث انها تديني الكونتاكت اريا اللي انا عايزه.
ده في الدايركت. عشان اعمل الكلام ده لازم يبقى عندي درايه بانواع الماتريكس اللي في الماركت او انواع الاشكال اللي انا محتاجها. لازم عندي درايه في حته البروجريسيف ويدجنج، ان انا محتاج اعمل بروجريسيف ويدجنج، لان البروجريسيف ويدجنج من الحاجات اللي بتساعدني ان انا احصل على كونتاكت. ولازم يبقى عندي درايه من البروجريسيف ويدجنج، لان البروجريسيف ويدجنج ممكن يزق التيشيرت تحت فيعمل لي دي مارجن اكوزيشن. لازم يبقى عندي درايف مبدا الديليد ويدجنج، لان انا ممكن مش لازم في الاول استعمل ويدج عشان ممكن يعمل لي مشكله في البروفايل بتاع الماتريكس. لازم يبقى عندي درايف البروجريسيف ماتريكسنج، ان انا استعمل ماتريكس وبعد كده ماتريكس وبعد كده ماتريكس، يعني استعمل في نفس الحاله ديفرنت ماتريكسز، يعني ممكن ابدا بفلات وبعد كده كيرف ليتل بيت وبعد كده كيرف خالص. لازم يبقى عندي الكونسبت ده ان انا ممكن ما استعملش ماتريكس خالص، فدي نقطه كويسه. الماتريكس اللي موجوده في الماركت او الماتريكس سيستم الموجود في الماركت بيتكون من الماتريكس والويدج والرينج، الماتريكس باند اللي بيدينا الشكل العام بتاعنا بتاع البروجزم الاول، والويدج بيعمل ادابتيشن للماتريكس وبيعمل سيبريشن للسنان عشان تو جيت كونت. مش هنتكلم طبعا عن الرينج لان هي مش الموضوع بتاعنا. الماركت مليان حاجات كتير، ما سواء كرينج او سواء كماتريكس، ومليان ويدجات كتير خشب وبلاستيك. هنمسك التو كومبوننت الاساسيين اللي هم الماتريكس باند والويتش اللي هم محتاجينهم في الديب مارجن بتاعنا. الماتريكس باند بتتكون من بتتقسم من ثلاث ايتمز: السمكه بتاعتها الثيكنس وارتفاعها الهايت، والكيرفيتشر اللي هو الكيرفيتشر ما اعرفش اسمه بالعربي. طيب نمسك اول حاجه الثيكنس. الثيكنس ملوش علاقه بالهاردنس، يعني طبعا انا لو عندي معدن هارد يعني هارد ستيل، لو هو 30 مايكرون هيبقى هارد، لو هو 50 مايكرون هيبقى هارد بزياده. انما لو عندي سوفت ستيل، لو هو 50 مايكرون ومعايا هارد ستيل 30 مايكرون، فالهارد ستيل ال 30 مايكرون اكيد بالتبعيه اقوى من السوفت ستيل 50 مايكرون. فاحنا لما نيجي نشتري ميتال ماتريكس او سوفت ميتا او بلاستيك ماتريكس، يستحسن ان احنا نشتري هارد ماتريكس مش سوفت، يعني نبعد خالص عن السوفت دي مش عايزينها. ويستحسن ان احنا نتراوح من 35 ل 50 مايكرون. ليه؟ لان احنا كل ما علينا عن 50 مايكرون كل ما السيبريشن باور بتاعنا هيبقى محتاج يبقى زياده عشان تجيت كونتاكت. بعض الماتريكس زي بايو كلير 70 مايكرون، فمحتاج تبقى عندك درايه انك انت لازم تعمل اجريسيف ويدجنج كويس جدا عشان تحصل على كونتاكت بوينت كويس. الهايت بتاعنا الشركات بتديهولك سمول ميديوم لارج، او ممكن تكتبهولك بالارقام 3.5 4.5 5.5 لارتفاع الهايت نفسه. سام تايمز بتديك الهايت ثابت اهو، بس في اكستنشن تحت عشان الحته بتاعت الديب مارجن تقفل عليها. شركات تانية بتديك ديفرنت جينجيفال اكستنشن زي تور في ام السدل. لو حد فيكم مش فاهم الايكويشن بتاع التور في ام، الرقم اللي بين قوسين ده اللي بيتغير هنا، ده 3 ده 3 ده 3 1 2 3 ده ارتفاع الجينجيفال اكستنشن او الهايت بتاع الجينجيفال اكستنشن. فانت عندك دي بريمولر اللي هي 311، السمول مولر 312، لارج مولر 313، ال 11 وال 12 وال 13 دول العرض. بين قوسين بقى 1 2 3 ده الجنجيفال اكستنشن او عمقها في الديب مارجن عامل ازاي. هاويفر سام تايمز يو هاف تو دو كاستمايزيشن، انك تقصقص في الماتريكس زي ما انتم شايفين كده اهو، او ان انت تعمل كده في الماتريكس بلاستيك زي ما انت شايف كده اهو بتاعت بايو كلير، لانك انت عايز توصل لمرحله انك تفت الماتريكس بتاعتك على المارجن بتاعتك زي ما انتم شايفين. اهم حاجه تبقى الماتريكس فيتد، الماتريكس فيتد ده اللي احنا عايزينه، الماتريكس فيتد ويبقى السيل بتاعي مظبوط. يبقى احنا كده خدنا شق الثيكنس وخدنا شق الهايت. هنيجي على شق ايه؟ التحدب زي ما الدكتور تفضل قال، الكرويتشر بتاعنا. انا هعمل هستعمل ماتريكس فلات ولا هستعمل ماتريكس كيرفت في الديب مارجن؟ امتى استعمل ماتريكس فلات في الديب مارجن وامتى استعمل ماتريكس كيرفت في الديب مارجن؟ مين يجاوب على السؤال ده؟
مين يا أهل العرب؟ نعطيكم بعض المجال. ازيك يا ابو حميد؟ مين يا جماعه يجاوب على السؤال، امتى استعمل ماتريكس فلات وامتى استعمل ماتريكس كيرفت؟ ممكن نعمل لكم سحب على تي شيرت من بتوع توفيق ليرنينج سنتر حسب المسافه بين السنين. معلش تعيد السؤال. ديستان بتوين كوش؟ لا انا بتكلم في الديب مارجن حسب المسافة بين السنين تمشي برضو، مش هقول لك لا يعني، بس هي بتعتمد على حسب ايه. فممكن المسافة بين السنين تبقى واسعة وبرضو استعمل ماتريكس فلات. لو انا برفع المارجن من عند الروت فانا هطلع فلات، لو انا برفع المارجن من عند سيمنت انامول جاكشن فانا بطلع بكيرف. ده اللي ستاندر. انما لو انا ما برفعش المارجن والمارجن اوريدي مرفوعه، يعني السنه دي اوريدي لازم مفيش مارجن مرفوعه خالص، مفيش مارجن، فهحط ماتريكس فلات. المسافه كبرت هستعمل ماتريكس كيرف بتاعها اكتر، المسافه كبرت الماتريكس كيرف بتاعها اكتر. طب ما الحاله دي فيها دي مارجن بس ما ينفعش اطلع فلات، انا لازم اطلع بكيرف. في حالات تانية بيبقى فيها ديب مارجن هوريها لكم، يبقى المسافة كبيرة. يا عم وائل انا هقول لك تيشيرت بس انا مش عارف المقاس بتاعك قد ايه بالظبط، فانت قول لي وانا اظبطها لك. يعني اهم حاجة لما اجي ارفع المارجن لازم اتخيل يعني المارجن ده ديب، يعني في حاجة هنا ديب انا ما اعرفش ايه. فبص انا لما اجي ارفع المارجن لازم اتخيل بدايتي عاملة ازاي، هتوديني لحد فين، يعني هتوديني لشكل الكونتاكت ده. لا لو انا الحاله دي ديب فانا الكيرز وحد هنا كده اهو، هطلع ستريت وبعد كده هعمل كده اهو. يعني لو الكيرز ديب وصل لحد الروت، لو انا بدات الكيرفيتشر لحد الروت هيبقى عندي مشكله، لان انا هبدا الكيرفيتشر بدري. فكل ما بنزل ديب ملهاش علاقه بالمسافه، كل ما بنزل ديب واروح ناحيه الروت سام تايمز لازم تطلع ستريت، وبعد ما تطلع ستريت ومطلع بكيرفيتشر بسيط. خلاص متفقين؟ حسب المسافة بين السنان إجابة صحيحة، بس مش دايما المسافة بين السنان هي اللي بتحدد. لو المسافة بين السنان واسعة والكيرز ديب sometimes you have to إنك أنت تإليفيت المارجن ستريت، زي ما أحمد مش عارف أنطق الاسم تاني. طيب احنا عايزين نوصل لايه؟ عايزين نوصل لكونتاكت اريا مش كونتاكت بوينت. يعني مثلا في حاله زي كده انت المفروض تعمل كونتاكت عريضه، انت استعملت ماتريكس الكريبتشر بتاعها غلط فاديتك في النهايه كونتاكت بوينت. طيب نبص على الكيس دي، نبص على الكيس دي، هل ايه المشكله اللي فيها؟ الحاله دي الكومبوزيت بتاعنا اتزق واتعمل اوفر هانج عشان يعمل كونتاكت اري. طب وليه اتزق واتعمل اوفر هانج؟ لان دي المارجن بتاعت الكافيتي وانا عايز اعمل كونتاكت هنا، والمسافه او الكيرفيتشر اللي هنا ده استحاله، سوري الكيرفيتشر اللي هنا ده استحاله يطلع جرادولي لو بدات من هنا، فانا عشان اعمله مظبوط لازم ابدا من تحت. فدي تعتبر حاله ايه؟ حاله ديب مارجن، مع ان مفيش كيرز سوس المارجن ده. فالحاله دي انا اضطريت اعمل نيو مارجن من تحت ديبلي علشان اطلع بالنهايه بالكونتاكت اريا في مكان صحيح وعريضه وحلوه وتايت من غير ما اعمل اوفر هانج. فانا بعمل ايه؟ بعمل نيو بروفايل وذ نيو مارجن، فبطلع من تحت خالص زي ما انتم شايفين كده واقفل الكونتاكت، مع ان الكيرز هنا ديب بس انا ايه التزمت بالمارجن بتاعتي، ما طلعتش من تحت ولا حاجه، ريزلت مارجن كافيتي، لان انا الكيرز ديب ومش محتاج اعمل نيو بروفايل. هو ده المنظر اللي انتم شايفينه، وده الماتريكس اهي، وده المارجن اهو،
وده النيو مارجن اللي هيتكون هنا كده. شايف انا متخيل شكل السنان هيبدأ يطلع 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 يديني ايه شكل الكونتاكت معاك. يبقى sometimes we do new profile, sometimes we stick with the old profile. يبقى احنا عندنا matrix thickness height curvature. thickness خلينا دايما في الحاجات الهارد ستيل مش السوفت ستيل. الهايت variable according للسبيس اللي عندك اوكلوزو سيرفايكلي في البوكس بتاعك, والكيرفيتشر اكوردنج للبروفايل اللي انت عايز تعمل. الوجات طبعا خشب بلاستيك اتس اوكي, في السيباريشن الخشب احسن, في الديزاين بتاع البلاستيك يمكن يبقى افضل, وفي الديب مارجن اليفيشن البلاستيك احسن. ميزه البلاستيك زي ما نشوف شويه كمان شويه انك انت ممكن تلعب بيه اكنه ماتريكس وتعمل عليه ديب مارجن. خلينا نتكلم الاول في الفرق بين الخشب والبلاستيك. الخشب ما بيعرفش يقفل معاك الديب مارجن كويس, لان كل ما انت بتنزل تحت كل ما انت بتقرب من الفوركيشن اريا. في الباي كلير ويدجز, ودي من الحاجات اليونيك عندهم ان هم عندهم فوركل ويدج زي ما انتم شايفين مقفل الدنيا خالص, مفيش اي مشكله. فده من الوجات اللطيفه عندهم. هم عندهم اربع وجات, سمول ميديوم لارج اكس لارج, وعندهم ريدج للديب كيرز اللي هو بيبقى فيه حته للفوركيشن بتخش تقفل في الحته الديب زي ما انت شفتوا في الفيديو كمان من شويه. الوجات عشان هي مجوفه من تحت انت ممكن تحط ويدج تحت ويدج وتعمل سيباريشن باور كويس, او في حته عايزه تقفلها بزياده زي الحاله دي. يعني اللارج هنا كان انف بس من ناحيه دي ما كانش مقفل فحطيت الميديوم او اللارج من تحتيه. الاكس لارج واللارج مع بعض هنا حطيت ميديوم تحت الاكس لارج عشان احصل على سيباريشن باور. انت محتاج تتشقلب علشان تظبط الادابتيشن بتاع الويدج. عندهم سمول وميديوم ولارج واكس لارج. التفلون احنا مش بنستعمله علشان نعمل بيه سيبريشن, بنستعمله عشان نعمل بيه سيلينج لو احنا مش محتاجين ان احنا نعمل سيبريشن في الحالات اللي ما فيهاش نيبرنج تيث. فانت مش محتاج سيبريشن عشان تحصل على كونتاكت. الوجه الخشب من الوجهات اللطيفه في السيبريشن باور بس السيئه في الديزاين بتاعها, لانها بتعمل ديفورميشن في الماتريكس وبتضطر انك تقعد تعمل لها كاستمايزيشن زي ما انتم شايفين كده اهو, تقعد تشكلها بالكونترا قبل ما تشتغل, وبتشرب ميه فبتعمل اوزنج والكافيتي فبتلفها بتفلون علشان تمنع الليكج منها وهي شغال. تعمل تريمنج عادي خالص بالكونترا. الفيديو ده خدته من ماركو مايوليني, مش محتاج ان انت تعمل اكتر من كده, بس خد بالك انك ما تستعملش ميه عشان لو عملت ميه هتخلي الويدج يشرب شويه ميه ويتيني منك ويتقطع. امتى بقى اخر خطوه الويدج في الديب مارجن اليفيشن؟ دايما خطوه الويدج بتتاخر دايما في الديب مارجن اليفيشن. ليه؟ لان انا بيبقى عندي ديب مارجن بيبقى المارجن ديب قوي لدرجه ان انا لو حطيت الويدج هيعمل كولابس للبروفايل بتاع الماتريكس. فالماتريكس هتبقى عامله كده اهو, يعني هتبقى طلع يعني بطريقه غلط. بس انا محتاج الويدج علشان اعمل سيبريشن للسنان. فبعمل ايه؟ برفع المارجن بتاع الديب زي ما انتم شايفين اهو قبل بدايه الكونتاكت اهو, قبل بدايه الكونتاكت, وبعد كده بحط الويدج بتاعي. فالويدج بتاعي ده سند على الكومبوزيت اللي انا عملت له كيورينج واداني السيبريشن باور اللي انا عايزه, وفي نفس الوقت ايه ما عملش كولابس ايه للماتريكس بتاعتي. بس التركية فين؟ لما تيجي ترفع المارجن بروكسيمالي زي في الصوره اللي فاتت دي, هتحط قصاده جوه اوكلوزا اللي برده كومبوزيت. ليه؟ لانك انت عايز الكومبوزيت اللي انت رفعت بيه المارجن يبقى عنده هوريزونتال كونتينت تمنع المارجن اللي انت رفعته ده لما تيجي تحط الويدج انه يكسر. لو انت حطيت الماتريكس ورفعت المارجن وبعد كده حطيت الويتش وعملت سيبريشن الدنيا لطيفه. سام تايمز لما تيجي تحط الماتريكس وانت هتضطر تعمل ديلايد ويتشنج علشان انت مش عايز تعمل كولابس للماتريكس, فايه اللي بيحصل؟ بيحصل انك انت فقدت السيلينج اللي بتاخده من الويتش. ما الويتش بيعمل سيبريشن وسيلينج. فلو في سيل من الماتريكس والعين الجنجفه بتاعته هيلد وما فيهاش اي بليدنج, اتس اوكي.
انما لو ما فيش سيلد والدنيا فيها اوزنج وانت محتاج الويدج، بس الويدج هيعمل لك كولابس الماتريكس، ساعتها هتستعين ايه بالتفلون علشان تعمل بيه سيلينج او ايزوليشن خلينا نقول، لحد ما تعدي مرحله الديب مارجن اللي هي ستيب 1 زي ما قلنا عليها، انك ترفع المارجن لحد بدايه الكونتاكت وبعد كده تكمل البونه البروكسيمال هول. كله معايا ولا كله نايم؟ لا صح صح وكده. طيب خد بالك بقى، التفلون ده عشان يتحط في الحته بتاعت الديب مارجن ورا الماتريكس، احط التفلون الاول ولا احط الماتريكس الاول؟ يعني احط التفلون بعد كده احط الماتريكس، يعني اعمل باكينج للتفلون بروكسيمال بعد كده احط الماتريكس، ولا احط الماتريكس واحط من وراء التفلون؟ ربي عليك عشان يا ربي عليك، ولا احط من ورا التفلون؟ هتضحكيني كده. ها ماتريكس الاول ولا التفلون الاول؟ ها مين يرجح مين؟ يعني حد اللي انا بعمله في الفيديو ده ان انا احط الماتريكس بعد كده ورا التفلون، ولا الافضل اللي احط التفلون بعد كده احط الماتريكس؟ الماتريكس بعد كده التفلون. طب ليه يا احمد؟ ليه يا احمد؟ اللايف هيبقى متسيف على اليوتيوب، هيبقى متسيف على اليوتيوب يا دنت سمايل. الماتريكس التول ماشي، الماتريكس التول. لا هو احسن حاجه انك تحط التفل من الاول بعد كده الماتريكس. الكلام ده لو انت هتستعمل ماتريكس ميتال، بس للاسف لو انت تستعمل ماتريكس بلاستيك مش هتزق التفل، انما الميتال اللي هي بتاع تور في ام هتبقى عنيفه جدا وتعرف تزق الماتريكس فتنجز معاك. لو انت بتستعمل بايو كلير او اي ماتريكس بلاستيك الديبنس زي رومانسيه رومياسيه ابراهيم اديت. طيب يبقى التفلون الاول. دي الحاله بعد حوالي سنتين ونص ثلاث سنين، اي دونت ريمبر الفولو اب، وده الديب مارجن. شايفين ده الديب مارجن اليفيشن بتاعنا اللي احنا عملناه. تفرن الاول عشان هاجر قال كده مش هنقول لها. طب احنا شفنا الديليد ويدجنج، يعني احنا اخرنا خطوه الويدجنج، يعني حطينا الماتريكس وبعد كده استنينا شويه لما رفعنا المارجن. امتى اخر خطوه الماتريكس؟ اعمل ديلي الماتريكس، يعني استنى اعلم دلوقتي ايه، انا مش هحط الماتريكس، هنأجلها شويه. رميساء رميساء ماشي. بعد لا في مكان يا كرم، في مكان يا كرم، في مكان ما تصغرناش، انت سمول اس. امتى اخر بقى خطوه الماتريكس؟ قول يا سيدي. بص sometimes انك انت في حاله زي كده، الحاله فيري ديب مارجن، انا حاطط سوفتي شوكلا حلو، ادي سوفتي شوكلا زي الرابر دام لتحت، تيجي تشيل الويدج ده تلاقي الرابر دام ايه عماله تفط لك جوه قلب الكافيتي، تيجي تحط الماتريكس، الماتريكس مش قويه انف انها تزق الرابر دام، فانت مش عارف البيضه الاول ولا الفرخه. فانت بتستعمل ايه؟ تحط الويدج بتاعك وبتستعمل البومبي بتاع الويدج، الويدج من هنا كده كيرفت، ترفع المارجن ترفع المارجن على الويدج، بعد كده تشيل الويدج، بعد كده تقوم ايه مساوي المارجن ده بالكونترا بتاعتك، يبقى عندك ديب مارجن اليفيشن على الويدج. ازيك يا باشا عامل ايه؟ كندا عامله معاك ايه؟ احمد سمير بيقول بس ممكن الماتريكس تنزل ويبقى التفلون ما بينها وبين المارجن، هي اللغه العربيه فصحى شويه، ساعات بتحصل فتضطر تشيل وتحط وتقعد تادبت يعني.
لو قدرنا نبني على الويدج، نبني يا باشا على الويدج، نبني نبني ونحاسبك. بص ده فيديو وانا بعمل بيلد اب على الويدج، ممكن حتى في السبليت دام يعني سريعا سريعا انت عامل سبليت دام، حسيت ان المارجن دي بالويدج تمام، كله 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 خلصت. تقوم حاطط البوم بتاعك سريعا، رافع المارجن بالفلاور كومبوزيت ومظبط الدنيا. تسلم يا باشا. الفرق الوحيد بينها وبين محاضرة الشام ان انا قاعد على المكتب ما بتحركش، بس مفيش رياضة ومش واكل تبولة الصبح، بس هي دي الفكرة. لبنة وتبولة وزعتر، مش واخد الترويقة. رفعت المارجن بالفلاور كومبوزيت، هتعمل ايه؟ هتقوم شايل، زودت شوية كمان، بعد كده تقوم شايل الويدج، يبقى انت رفعت المارجن على الويدج. السبليت دام ممكن قبل ما تحط الفاينل ايزوليشن تبقى عامل الحتت الصعبه كلها ومخلص كل التفاصيل بتاعتك، بدل ما تقعد تتخانق مع الماتريكس وتشوف دي هتنفع دي مش هتنفع، دي مش هتنفع دي مش هتنفع. والله على بص، اعمل لي اعمل لي بص يعني اي حاجه وانا هجي لك، ما عنديش مشاكل. بقى كده رفعت المارج. طب امتى اعمل بروجريسيف ماتريكسنج؟ يعني استعمل كذا ماتريكس حالة زي كده، يعني حالة زي دي في المولر انا استعملت الاول ماتريكس متر متر فلات، رفعت بيها المارجن ستريت، بعد كده استعملت ده المارجن الفلاول، بعد كده استعملت ماتريكس كيرفيتشر. فمش شرط يبقى هي نفس الماتريكس اللي رفع، يعني في بعض الاحيان بحط ماتريكس واحدة واعمل ايه؟ اعمل ديليد ويدجنج، ارفع المارجن بالويدج، ارفع المارجن سوري بالكومبوزيت، بعد كده احط الويدج، بعد كده اكمل بنفس الماتريكس. بعض الاحيان you have to use different curvatures of matrix، تبدا بماتريكس ستريت الاول او ليس كيرفد، وبعد كده تبدا ماتريكس كيرف، وبعد كده او العكس تبدا بماتريكس كيرف جامد قوي وبعد كده ثرو ات اواي، وبعد كده تبدا تكمل ماتريكس ثانيه. فانت لازم تبقى عارف انت عايز توصل لاني شكل، ايه المنظر العام النهائي. وسام تايمز يدوس ميستيكس انك انت تطلع ماتريكس من الدرورجة غلط وترميها في الارض وتحتسب عند ربنا وتحتسب على السنان وعلى اللي فيها. طيب يبقى احنا اتكلمنا في الاول ايه؟ اتكلمنا في الاول الديب مارجن اليفيشن ولا اكستنشن ولا ريلوكيشن ولا بلا 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 بلا، واتكلمنا على الوسائل الديب مارجن اليفيشن سواء بالاورثونتك اكستروجن، بالسيرجيكال كراون لينتنج، الاتروماتيك اكستراكشن، الكومبوزيت، وقلنا ان احنا عايزينها في الدايركت والاندايركت، اندايركت بوندد نون بوندد. والدايركت اتكلمنا ان هما تو ستيب، الديب مارجن اليفيشن الفيرست ستيب، بعد كده تكمله البناء البروجمال. وول كام ثانيه فتره التصليب باللايك كيرب انكلود؟ ايه 20 ثانيه. و هنتكلم دلوقتي على البيولوجيكال راشونال. هل انا لو نزلت ديب بالكومبوزيت هل ده هيعمل لي مشاكل ولا لا؟ بص ماي كلينيكال بوينت اوف فيو، الليتريتشرز مش قويه قوي في الحته دي، مفيش كومبوزيت حطيته ديب قوي عمل لي مشاكل خالص. كومبوزيت بولش سموث، لانك انت بتبدل راف ماتيريال ديرتي ماتيريال بكتيريا بحاجه سموث، الكومبوزيت عمره ما عمل لي قلق. انما سيراميكس دايما في الديب بتعمل لي قلق، فانا دايما لو انا هسيب مارجن ديب بسيبه كومبوزيت، الا لو انا هعمل كراون لينتنينج فالموضوع هنا مختلف. في حاله زي كده فيري ديب مارجن، ده المنظر بعد 2 ييرز بعد ديب مارجن اليفيشن، الدنيا كلها هيد، البون حصل له ريموديلنج، الدنيا لطيفه قوي. سام تايمز البون ما يحصلوش ريموديلنج، بيفضل زي ما هو. خلينا ناخد كام كيس كده سريعا قبل ما نخلص المحاضره دي، ان شاء الله تكون استفدتوا منها، وهنفتح باب للنقاش. نجاوب على الاسئله بتاعتكم. الحاله دي نبص في الاكس راي كده. اول حاجه بنعملها، مين فيكم ما بياخدش اكس راي قبل ما يبدا يشتغل؟ لو حد فيكم ما بياخدش اكس راي يشتغل قولوا علشان نقيم عليه الحد، لازم ناخد اكس راي. انا عندي تلتد، الحاله دي كان فيها نقاش عنيف قوي على الفيسبوك من 4 سنين، كان فيها خناقه كبيره. في تلتد هنا، مين فيكم حضر الخناقه دي بيكتب لي؟ وفي ديب مارجن هنا وفي تلتد كده، يعني ده تلتد ميزيال والسكس تلتد ديستال والمارجن دي، يعني حاله من نفس تنين مجعلصه. يعني عملنا السبليت دام، يو هاف تو دو سبليت دام اولويز اولويز سبليت دام. وبعد كده ظبطنا ده اهو، ظبطناه وشلنا السوفت تيش وقطعنا كل السوفت تيش اللي عندنا. المسافه فيري 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 وايد، ما تطمعش. انا هنا عملت ايه في الحاله دي؟ عملت بروجريسيف ماتريكسنج،
واكيد اكيد عملت ديلايد ويدجنج، حطيت ماتريكس اولانيه ترفع المارجن بالستيب الاولانيه، ادي اول ستيب خلصناه، ادي اول ستيب. وبعد كده حطيت ماتريكس تانية اللي هي رقم اتنين اهي، ترفع المارجن سيكا كمان، كل شويه عمل ايه اعلي الكيرفيتشر بتاعي. بعد كده حطيت ماتريكس تالتة اللي هي ادتني الشكل النهائي بتاع البروكسيمال وول بتاعي، اللي هو المنظر اللي انتم شايفينه ده. يبقى انا عملت ديب مارجن اليفيشن بأنهي طريقة؟ ها؟ بأنهي طريقة؟ احنا في الدايركت دلوقتي، بأنهي طريقة؟ بالبروجريسيف ماتريكسنج والديليد ويتشنج، بس ما عملناش ديليد ماتريكسنج، يبقى عملنا ديليد ويدجنج وعملنا بروجريسيف ايه ماتريكسنج. نيجي لحاله ثانيه، ابر 7 كيرز روتيتد، شلنا السوفت تيشو. يعني الحاله اللي فاتت احنا شلنا السوفت تيشو بايه؟ بالثيرما كبير. الحاله دي انا شلت السوفت تيشو بايه؟ ليزر. طبعا كل واحد حسب الفلوس اللي معاه بقى ايه محاسب يروق على عامل ازاي. مسافه كبيره جدا، رفعنا المارجن اول حاجه بماتريكس ستريت، ماتريكس ستريت اوف لوماير عادية. يا احمد يا ثروت يا بكر. طيب رفعنا المارجن ماتريكس ستريت، وبعد كده غيرنا الماتريكس حطينا ماتريكس تانية. طب انا هنا عملت ديليت ويدجنج؟ لا خالص، انا كنت حاطط الويدج. فايت ديبنس. وبعد كده رفعت كملت الكونتور بتاع السنة، وده المنظر بعد 3 سنين، وده المنظر بعد 5 سنين، استيل لسه السن فايتل والتيشو حصل لها هيلينج. نيجي على الحالة اللي بعدها، عملنا ديب مارجن اليفيشن بطريقة تانية، ده المنظر بتاع الكومبوزيت بريدج اللي الراجل عمله لحقهم في بعض، حطينا الويدج هنا، رفعنا المارجن على الويدج، يبقى عملنا ديليد ايه؟ طالما رفعنا على الويدج يبقى عملنا ديليد ايه؟ أجيبه يا عالم. إيه اللي مش موجود في الصورة؟ عملنا ديليد ماتريكسينج. لا لا لا، هي باري، لا مفيش عندي سنسيتيفيتي خالص، بس يا عبد الله خليك على جنب. عملنا ديليد ماتريكسنج ورفعنا المارجن على الويدج، وبعد كده ظبطنا ايه لحظة يا جماعة، بس مصطفى سامي بعت لي حاجة فشكله كده ايه بيتنمر عليا، فانا ايه ماشي يا عم. لا ما طلعش ده نمبر. رفعنا المارجن على الويدج، وبعد كده طبعا مشكله بقى لما بنعمل ديليد ماتريكسنج، يعني بنأخر خطوه الماتريكس، الويدج مش زي الماتريكس فبيطلع لي مارجن الريجولار زي ما انتم شايفين كده، فبضطر ان انا ايه اعمل له ريشيبنج بالديسك او بالهاند بيس بالراحه كده، واعمل اير ابريجن واكمل الكيس. حطينا الماتريكس بتاعتنا وبنينا الفايف الاول، بعد كده الفور، وخلصنا الكومبوزيت، وده الفاينل بتاع الكلاس تو ريستريشن، وده المنظر راديوجرافيكلي، وده الشكل بعد 1 يير ريكول. تمام، اخر حاله في الدايركت عملنا فيها ايه بقى؟ يبقى احنا اول حاله عملنا بيها ديليت بروجريسيف ماتريكسنج، تاني حاله عملنا بروجريسيف ماتريكسنج برضو بس، وفي حاله اولانيه عملنا بيها ثيرمال كات بير، وتاني حالة عملنا بالسوفت ليزر، سوفت تيشو ليزر. تالت حالة ما احتاجناش نشيل التيشو أصلا، عملنا سوفت تيشو، عملنا اكسبوجر للمارجن بالرابر دام فقط، وعملنا ديليد ويدجنج، ديليد ماتريكسنج سوري، رفعنا المارجن على الويدج. رابع حالة عملنا ايه؟ رابع حالة عملنا ديليد ويدجنج، اضطرينا نحط الماتريكس الأول من غير ويدج، بس عملنا كاستمايزيشن للماتريكس، واضطرينا نحط تيفلون هنا علشان في ليكج، فحطينا التفلون، رفعنا المارجن، وبعد كده حطينا الويدج، وبعد كده حطينا الرينج، خلصنا المارجنز بتاعتنا، وبعد كده عملنا الاندو. وبعد ما خلصنا
الاندو عملنا الاوفرلايز، وده بوست اوبرتيفلي الاوفرلاي بتاعنا، وده بعد 3 شهور. انت ايه رايك يا احمد؟ وي ده المنظر بعد almost 2 years radiographically، وده بعد 4 years الدنيا كلها healed ولطيفة. طيب نخش بقى على الـ indirect non-bonded restriction، اللي هم مين؟ اللي هم الـ vertical preparation. احنا مش هنوصل الـ vertical عشان بس نبقى متفقين، نحن معشر جروب صحاب مع بعض كده، اللي بيخش معانا بيشتغل vertical، ولو مش مقتنع بنقنعه، ولو مش عايز يقتنع هنجيب ناس تقنعه، فهو الموضوع منهي. فلما يجي لك حاله بالمنظر ده very very deep and very very wide هتعمل ايه؟ طب ما انت شاطر اهو، بتتلمض عليا بس يا عم احمد. عملنا deep margin، سوري، خلصنا الايه السكند مولر الاول. طالما انا كده كده هعمل vertical، اللي فيكم فاهم ال vertical preparation، انا مش محتاج ماتريكس، حطيت تيفلون، رفعت المارجن كنافه شانتي كريم شانتي، بعد كده عملت دي، حضرت المارجن دي وخليتها فلات مارجن من غير ما يبقى فيها اوفر هانج، واستنيت الهيلينج لما يحصل، حصل سوفت تيشو هيلينج، وبعدين عملت بقيه التحضير بتاعي، خدت الامبريشن، سلمت الكراون، وده المنظر بعد almost 2 years، وده المنظر بعد 4 years. يبقى انا كده ايه، ده كان المنظر بيفور، بعد ما شلنا شويه الكيريز، بعد ما رفعنا المارجن، وده بعد ما سلمنا الكراون بعد 4 سنين، ودي الاكس راي. فين الديب مارجن بتاعي؟ اهو شايفين الديب مارجن اهو الحته دي. يبقى انا كده عملت ديب مارجن اليفيشن بايه؟ هنا عملت دي مارجن اليفيشن بايه في الحاله دي؟ عملنا دي مارجن اليفيشن بيها يا شباب، هنام منكم كده اونلاين. صحصحوا معايا، انت فين يا شيماء؟ شيماء نامت. اندير، لا عملنا دي مارجن بيندايركت بالفيرتيكال بريب يا ابو حميد، بس الكلام ده ما ينفعش. عملنا دي مارجن اليفيشن بين، قلتها في النص. مروه برضو عماله مفيش خالص. ويز ذا كراون؟ لا يا عم، لا يا رميساء، نون ماتريكس. ايوه فري هاند، هشام من المانيا بيقول لكم فري هاند، فري هاند. عملنا ديب مارجن اليفيشن فري هاند، كنافه كريم شانتي، كريم شانتي. طيب نخش على اللي بعدها، حاله جات لي 2016، عملنا ديب مارجن اليفيشن بكومبوزيت. يا هاجر بكومبوزيت، شفت يا شيماء بترك بالكومبوزيت؟ عامل فيها ايه؟ جت 2016 خلصنا الكومبوزيت مع علينا، جت بقى 2018 زي ما انتم شايفين كده ديب مارجن. كان الدكتور عمرو سراي شغال معايا في العياده في الوقت ده، فهو اللي عمل السيفن، عمل السكند مولر، وخلص الكومبوزيت بتاع السكند مولر. وبعد كده البيشنت جالي انا علشان اعمل له الفيرست مولر. شايفين المنظر؟ شايفين الكونكافيتي دي عامله ازاي؟ يعني الصوره دي نقف عندها نقعد ايه نعيط. انا عندي السبيس وايد وفي كونكافيتي كمان في الحته الصغيره دي. عملت السبليت دام، وقلنا ساعات السبليت دام تبقى اناف انك تعمل ديب مارجن. هنا عملنا ايه بقى؟ استعملنا مالتيبل ماتريكسز، مالتيبل ماتريكسز، وتيفلون بيهايند الماتريكسز عشان يقعد يزق الماتريكس، يزق الماتريكس، يزق الماتريكس لحد ما تعمل سيل على الحته اللي عامله زي البومبي دي. ماشي، دي نقطه مهمه جدا. خلاص رفعنا المارجن وخلصنا البريبريشن وسلمنا الكراون، ده السيمنت تشيك، دي البابيلا اللي انا
قطعتها علشان اكشف المارجن، ودي الاكس راي بتاعت يوم الدليفري، ودي البابيلا بعد سنتين كلها رجعت تاني زي الفل، ما قالتش اي حاجة خالص، الدنيا تمام، الكراون قاعد مرستق نفسه. واللي يقول لك الفيرتيكال بريبريشن ده بيعمل انفلاميشن في السوفت تيشو، واللي يقول لك اصل احنا لو قطعنا البابيلا مش هترجع تاني، يعني مش قضية مش لازم تقطعها، واللي يقول لك الديب مارجن ما بيمشيش، قول له انت ما جربتش وما شفتش وما حسيتش بطعم حلاوة السوليوشن دي انك بتحافظ على اسنان الناس. امتى اختار اعمل مالتي؟ لا ده حسب الكيف يا احمد، حسب الحالة يا باشا، مفيش هي الاوبشنز مش بتمشي. فالفيرتيكال بريباريشن، الانجكشن مولدنج، الفيرتيكال انجكشن مولدنج، الديب مارجن اكوزيشن، دي من الحاجات اللي هتغير حياتك خالص في طب الاسنان. نيجي لاخر حاجه بقى، الاورثودونتيك اكستروجن، ان انا اعمل ديب مارجن اليفيشن بروكسنتيك اكستروجن. البيشنت جات لي من سنتين، ست جميله جدا عندي في العياده من الناس المحترمه، وده كان الوضع، قطعنا الكراونز، تحت الكراونز الدنيا الكيريز فيها متبهدل خالص، شلنا كل البوست والكور والكيريز، وده المنظر هناك. طالما ما فيش كيريز داخل جوه الروت، فانا بعرف العيان ان احنا عندنا اوبشن، لفينا تفلون حوالين السنه از ايزوليشن، وعملنا ايه يا شيماء؟ عملنا كريم شانتي، كريم شانتي اهو زي الفل، خش بالفيرتيكال بريبريشن في النيشو، عملنا الناحيه الثانيه برضو كريم شانتي. بس الفرق بين الفور والفايف ايه؟ الفور انا عملت ديب مارجن اكوزيشن، يعني انا كشفت المارجن بتاعتي بتفلون، وفي الفايف انا كشفت المارجن بتاعتي بايه؟ بسوفت تيشو كلام. بس في الاثنين عملت كريم شانتي، وبعد كده خلصت الاندو ريدكشن وعملت الدايركت كومبوزيت في الفيرست مودر، وبعد كده قمت عامل الاورثودونتيك اكستروجن. وبعد كده بعد شهرين ونص من الاورثو والفيكسيشن، قمنا مختارين الشيد وعملنا الريدكشن، وده المنظر يوم ما سلمنا الكراونز، كانت السوفت تيشو لسه مش احسن حاجه، وده الاكس راي انك انت عملت دي. طب دي اسمها ديب مارجن ايه؟ دي فعليا اسمها ديب مارجن اليفيشن، اللي عملناه بالكومبوزيت كل اللي فات ده اسمه ديب مارجن اكستنشن، وده المنظر بعد سنتين. السوفت تيشو ولا احلى على راي كابتن مدحت شلبي، وده المنظر النهائي بتاع السوفت تيشو، ودي الاكس راي بتاعك. البون حصل له كومبليت فورميشن، الروت ده كان هنا نزل بقى هنا. فالاورثودونتيك اكستروجن من الحاجات اللي المفروض الجنرال دنتست يعني يبقى عنده النولج بتاعتها، الا لو هو عنده اورثودونتست ومش محتاج ان هو يفهم القصه دي. ديب مارجن اليفيشن بقى بسيرجيكال كراون لينثنينج، اوريدي شفنا الصوره دي في بدايه المحاضره، والمنظر اثناء السيرجري والمنظر وقت الهيلينج قد ايه بيفرق معايا. انتوا متخيلين حجم الفرل؟ يعني بروكسيمالي ما كانش في حاجه خالص، ما كانش في حاجه خالص. لو بصيت بروكسيمالي النهارده، عايز اوريكم صوره، شايف المنظر ده؟ شايف المنظر بروكسيمالي اللي انا حصلت عليه ده؟ ده ما كانش موجود تورتا تكنيك، على حسب الطعم اللي انت عايزه. انا بستعمل فلو بالبالك فيل، بس انت ممكن تستعمل كور بيلد اب ماتيريال. شايفين مفيش بقى الفرل بتاعي اول اراوند، يعني شايفين منظر فرل في كل حته، في كل حته في فرل. فالديب مارجن اليفيشن بالسيرجيكال كراون لينتنينج بيبقى ميلي الريزن بتاعه ان انت تعمل تجين فرل. او هقول لك حاجه، لو انا عندي 5 و6 و7 زي الحاله دي اوريدي ديب اصلا، انا عندي فيرل باكال ولينجوال، فبضرب عصفورين بحجر ان انا بجيم فيرل ميزيال، وفي نفس الوقت طالما كيكا انا هعمل كراون لينترنج لثلاث سنين جنب بعض، فمش عندي مشكله في حته البابيلا. وعملنا سكاننج، وده المنظر، شايف الفيرل اللي انت كسبته عامل ازاي؟ شايفين الحته دي؟ دي ما كانتش موجوده اصلا، الحته دي كانت تحت العظم خالص. وده بعد الهيلينج، وده يوم الدليفري بتاعه. اخر حاله، تحس مصطفى محمود بيتكلم.
يا عم انا اجي جنبه حاجه بس يا عم احمد، الله يهديك. ان شاء الله تفرض ربنا. اخر حاله هتبقى الدايركت بوندد ريستوريشن، هيبقى معانا كيستين في الموضوع ده. دي درس بتاع عمرو فتحي، عمرو صديقي من 2016 يعني، دلوقتي بقى اخ عزيز ليا وشريكي في عيادة القاهره. عندنا ابر 6 فايتال كيس، شلنا كل الكيرز، الدنيا ديب. تو بي اونست، عشان نبقى صراحه مع بعض، انت كان ممكن تاخد امبريشن على الوضع ده، بس كل ما تسهل على نفسك البوندنج في الاندايركت ريستريشن في الايزوليشن يبقى اسهل. فانا حسيت ان الحاله دي، شايفين التيشو والمنظر ده، انا قلت اعمل ايه؟ قلت احط ماتريكس وارفع المارجن عشان اسهل على نفسي، وده كومبوزيت، ده كومبوزيت، وده يوم السمنتيشن. وبعد كده عملنا البريمولرز كومبوزيت، مش موضوعنا. وده بعد 2 years ريكولز، دلوقتي 3 years ريكولز، وممكن اب تو، احنا عاملين الكلام ده 2017 17 18 19 20 حاجه، داخلين في 5 سنين فول اب، بنقعد نعمل له فول اب بقى لما نقابل بعض في القرار الحاجة. هنا مثلا الاكس راي او الكومبوزيت قرب البون قوي، ما حصلش اي ريموديلنج. في الحاله الاخيره دي اللي هي اللي انا عملت فيها ديب مارجن اليفيشن بكومبوزيت وهوريزونتال بريب برضو زي حاله عمرو، في الفولو اب يعني، ده المارجن في الفولو اب اللي حصل ريموديلنج، يعني ده المنظر بعد سنتين وده البون بعد سنتين، حصل شوية ريموديلينج. ده أقصى حاجة ممكن تحصل وانت شغال. طيب أنا دلوقتي خلصت المحاضرة، هي موجودة على اليوتيوب اللي عايز يتفرج عليها، ف معاك وأسئلة نجاوب عليها لمدة 15 دقائق كده، وأصدقائنا برضو في الشام اللي يعني حضروا المحاضرة المفروض ما يجاوبوش بقى، هم عندهم خبرة دلوقتي. الفينيش لاين للكراون مو لازم يكون نسك سنية ممكن؟ لا بص إحسان، أنا عايزك تساعدني الله يكرمك يعني. What about class 5 deep margin elevation؟ حلوة، مالها what about class 5؟ عادي ممكن تعملها deep margin elevation، في ماتريكس ليها بتاعت بوليدينشيا جميلة. Tricks for deep margin acquisition from rubber dam sheet in complete isolation. يعني لازم السؤال يبقى specific شوية عشان أبقى فاهم يعني. بشار، ما ال vertical preparation في محاضرات عن الموضوع ده، خلينا في التوبيك يعني. What is your lab here in Cairo doing vertical prep؟ انا بس بتعامل مع عبد الحليم، بس انا وعبد الحليم علاقتنا علاقه يعني وطيده، صعب جدا نغير بعض. بس في معامل شاطره في القاهره، في معمل دكتوره ايمان مسعد مش فاكر اسمه ايه، ديجيتال لاب تقريبا، محمود عزت، محمود عزت، فمش عارف اسم المعمل بالظبط والله، بس هو من الناس اللي بيشتغلوا شغل حلو سواء هوريزونتال او فيرتيكال. وعندك عادل الدنف برضو، دول اللي في، عندك دي برضو من ناس كويسين، بس في ناس شاطرة تانية انا ما اعرفهاش يعني. انا هجاوب على الاسئلة الخاصة بالموضوع بس. كان يوز كومبوزيت ازيك يا باشا، عامل ايه؟ منورنا يا باشا. طبعا الناس بتعرفش انك بتتكلم عربي وتتكلم انجليزي كده ومتخفي. انا بستعمل الكومبوزيت، ما عنديش كومبوزيت، ما عنديش بيلد اب ماتيريال، بستعمل كومبوزيت بس يعني، هو ده اللي انا بستعمله، ما بستعملش حاجه تاني. فلوبل كومبوزيت، فلوبل بالك فيل هو اللي بعمل بيه البيلد اب.
وفي شركة إينا عندهم حاجة اسمها زيرو فلو، لطيفة أوي، بعمل بيه بيلد أب إن هو ما بيتحركش، عامل زي الشوفو، عامل زي الزيرو فلو بتاع الشوفو، بس أنا ما جربتش الشوفو قبل كده. لا يعني هو يستحسن بس مش شرط، يعني ممكن بروكسيمالي تحطه على كومبوزيت يعني على المارجن يعني. هل من الممكن استخدام تور في ام وتثبيتها بالتوفلي ماير وماتريكس باند عادية؟ من الممكن اه، بس ما اعرفش فين بالظبط، بس من الممكن تعمل اي حاجة، تتشقلب تروح يمين شمال. مصطفى سامي عمال يعمل فلو باليمين شمال لما غرق الدنيا كلها. آه خلاص كده فينيتو. ثانك يو يا دكتور. جلاسيا نمر الفلوبل، جلاسيا نمر الفلوبل بالك فيل فور ديب مارجن اليفيشن. لا جلاس انور ده مش موجود، انا ما عنديش العيد اصلا. تصبح على خير، شكلك نمت انت يا باشا، نمت انت دلوقتي عندك شغل كورس. سام تايمز رابر دام شيت كفر ذا مارجن اند ديفيكولت ديب مارجن اكوزيشن ايفن اف وي يوز ويتش. اه ساعات فبتضطر تقطع التشو دي بقى علشان علشان عشان تشوف المارجن. ساعات تايمز بتعمل سيرجيكال كراون لينترنج على حسب زي ما قلنا في المحاضرة يعني. في الحالة اللي كان عليها ستيبس اه نوع الخناقة من الأربع. للعيادة تلمنا يا شيماء، للعيادة تلمنا يعني الكلام ده يعني. فما انا اللي دايس على السؤال، انا مش انت بتقولي ايه؟ مش بقول لك على الخناقة، حسبي الله ونعم الوكيل. دلوقتي خليتيني اطلع السؤال على الشاشة. طيب ماشي. طيب ماشي يا شباب، انا هتكل. قصدك انت بتقولي نوع الخناقة، انا بتكلم على خناقة على الحالة، في خناقة على الحالة نفسها، مش خناقة على التكنيك اللي في الحالة، في خناقة على الحالة. ما علينا، لما اتكلم بعدين. إن شاء الله تكون المحاضرة لطيفة بالنسبة لكم. أنا هضطر يعني عشان عايز أنام الصراحة. والمحاضرة هتبقى موجودة في اليوتيوب، أعتقد هتبقى موجودة برضه في صفحة الفيسبوك بتاعتي، معرفش، فممكن تشوفوها من هناك. أشوفكم على خير يا شباب، السلام عليكم.